السلام عليكم، معكم سالم من اليوم جايبكم طريقة التحكم بالكمبيوتر عن طريق الجوال. يعني تقدر تتحكم بالكمبيوتر مالتك عن طريق جوالك الاندرويد. طبعا الطريقة راح تحتاج برنامجين، طبعا البرنامج نفسه هو لازم تثبته على الجهاز، والبرنامج الثاني نفسه لازم تثبته على الكمبيوتر. هذا البرنامج ما هو نفسه راح تخليه على الجوال وعلى طبعا الطريقة سهلة، تشوفون هذا التطبيق. مثل ما قلت لكم الطريقة سهلة، خلينا نشوف الطريقة شلون. طبعا ندخل على أول شيء هذا التطبيق من الكمبيوتر، بعدين راح ينطيك هنا كود يعني رمز وباسورد يعني رمز يعني مثل مال فيسبوك او الجيميل، باسورد بالانجليزي. هسه ادخل على البرنامج بالجوال، مثل ما تشوفون يقول لك اكتب الكود اللي عندك، تدخل هنا تدخل هذا، يعني هو هنا ده يكتب لك. طبعا كل لغة يختلف، هسا ندخل 3 1، طبعا كل كمبيوتر راح يختلف. هنا اذا انت مدخل قبل راح ينطيك اياه، تنطيك ده تمسح التاريخ او المكتوب على مود كل واحد يدخل ما يقدر يشوف الكمبيوتر مالتك او تعوفه يعني اذا نفس الكمبيوتر. هسا هنا راح يطلب منك مثل ما تشوفون لاست نود او باسورد، مثل ما تشوفون هنا موجود، تكتب 2 3. طبعا هذا بكل كمبيوتر يختلف، بعدين تنطي اوكي وتنتظر لحد ما يكنك او يفتح. مثل ما تشوفون فتح هسه، هو تقدر تستخدم التطبيق بهذا الشكل. طبعا هذا لا راح يهكر ولا راح يسوي شيء بالكمبيوتر، التطبيق رسمي من جوجل بلاي. مثل ما تشوفون باعوا على الكمبيوتر وباعوا على الجوال، مثل ما تشاهدون كل شيء موجود. مثلا هاي الأندسة، هذا الزر الخيارات الجوال. المهم خلنا نرجع، مثل ما تشوفون خلينا نفوت على كروم، مثل ما تشوفون فات على كروم. هذا كروم، ما تقدر تكبر تصغر عن الشيء اللي يعجبك انت. طبعا هسه ما راح اقدر اتحكم يعني ب يعني مثل ما تشوفون يعني كمبيوتر وموبايل. مثل ما تشوفون فات على اليوتيوب، تشوفون حتى الكمبيوتر هذا هو ما حد يعني احد يتحكم به، كلما التطبيق جاء يتحكم. مثلا خلينا نجرب نكتب شيء، هذا الماوس هنا حتى يطلع لك الكيبورد، تقدر تكبر تصغر وتكتب وتشوف الفيديو اللي يعجبك. مثلا خلينا نشوف هذا الفيديو الا بالماوس، يعني حتى هذا تقدر تفهم. هم تشوفون تقدر تطلع، تقدر تشغل كل شيء انت اللي تريد واللي يعجبك. توقع الطريقة يعني فهمتوها، التطبيق كلش حلو. يعني التطبيق كلش حلو، ما راح ياخذ منك يعني مساحة من الجهاز، مثل ما تشوفون مساحته هم صغيرة، ولا من الكمبيوتر ولا راح يأذي جهازك، ولا مثلا طريقة تهكير بيه لا ما بيه، ولا يعني احد يقدر يهكر
الكمبيوتر مالتك. المهم تطبيق عادي وحلو. اتمنى هذا الفيديو عجبكم، دعمونا باللايك، ما مشترك خلي يشترك، من القادمة خلي يشوفن، دعمونا. هسه وقف الفيديو وهسه روح ادعم. في نهاية الحلقة نشترك روما، كان معكم سالم، مع السلامة.